مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من قناة الهضبي تي في. بداية، وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس مرسوما رئاسيا عين بموجبه عبد الرحمن حمزاوي رئيسا للمرصد الوطني للمجتمع المدني. وللإشارة انتخب حمزاوي يوم 13 من جوان قائدا لمنظمة الكشافة الإسلامية الجزائرية خلفا لمحمد بوعلاق بعد عهدة رئاسية دامت 4 سنوات. فند المبعوث الخاص لدول المغرب العربي والصحراء الغربية عمار بلاني الإشاعات التي يتداولها المخزن تزعم بتقدم الجزائر بطلب للوساطة مع الإمارات لإعادة العلاقات مع الرباط. وأكد بلاني في تصريح له أن هذه الشائعات تقف وراءها جهات مغربية معروفة بتشبعها بالأخبار الكاذبة، معتبرا أنها تستهدف تشويه المواقف المبدئية للجزائر. في قطاع التربية، استقبل وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعبد أمس الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية الهشمي عصاد وكذا الوفد المرافق له. وفقا لبيان المحافظة السامية للمحافظة على الأمازيغية، فإن اللقاء سلط الضوء على وضعية تدريس الأمازيغية وحيثية المشور الوزاري والأخير رقم 1394 المؤرخ في 14 من شهر أوت 2021. وفي ذات السياق، أيضا أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا بخصوص توظيف حملة شهادة الدكتوراه والماجستير، وقالت أنه جرى عقد اجتماع بمقر الوزارة أمس بحضور 3 مدراء مركزيين ومجموعة من حملة الدكتوراه والماجستير. في قطاع الصحة، كشفت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة الأخيرة، وأشارت حصيلتها الوزارة إلى تسجيل 18 وفاة بسبب الفيروس المستجد، بينما تماثلت 192 حالة جديدة للشفاء، في حين يتواجد 29 مريضا في العناية المركزة. في أخبارنا المحلية، أفضت تدخل عناصر مصلحة الوقاية والتنظيم الصحي ببلدية سطيف بالتنسيق مع مصالح الأمن الولائي مجموعة التطهير والنظافة إلى حجز وإتلاف كمية من المواد الخاصة بصناعة البيتزا، وقدرت كمية المواد المحجوزة ب 678 كيلوغرام من المواد الأولية غير الصالحة للاستهلاك البشري، فعلى المستهلك ألا ينجر وراء الأسعار المنخفضة. في أخبارنا الثقافية، أعلنت المكتبة الوطنية الجزائرية في بيان لها عن إعادة فتح أبوابها وفضاءاتها لاستقبال القراء والباحثين، وذلك بداية من 16 من سبتمبر الجاري بعد قرابة 2 شهر من الغلق في إطار تدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا COVID-19، وذلك حفاظا على سلامة قرائها ومرتديها. في أخبارنا الرياضية، أصدر أمس الثلاثاء باتريس موتيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيانا رسميا بشأن إمكانية تنظيم بطولة كأس العالم كل عامين. وقال موتيبي في بيان نشره الموقع الرسمي للكاف، شارك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في المناقشات التي تجرى بين الفيفا والاتحادات القارية وكذا الاتحادات الأعضاء ولاعبي كرة القدم بشأن إقامة كأس العالم كل عامين، مضيفا أن الاتحاد الأفريقي يرى أن الأهم في هذه المرحلة هو استمرار المناقشات بطريقة منفتحة وبهدف القيام بما هو في مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية ولاعبي كرة القدم وغيرهم من أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم. إذن مشاهدينا، نشكركم على طيب إصغائي والمتابعة، في أمان الله.